حبايب الطلبة، قبل ما هنبدأ في المراجعة النهائية بتاعتنا حبيت أمسك المنهج، أمسك النقاط الصعبة فيه واللي اشتكيته منها كتير خالص. هنمسك فيديوهات قصيرة. هتعمل إيه فيها يا مستر؟ هنمسك الكلمات والفروق بين الكلمات وهنبدأ نظبطها مع بعضينا. فيديوهات قصيرة عشان تقدر تستوعبها كويس، عشان تقدر تحل المطلوب منكم بعد اذنكم. بعد ما هشرح كويس، من فضلك قبل ما حل توقف الفيديو وتحل انت وتشوف بتعرف تحل ولا لا. هنمشي سلسلة فيديوهات مع بعضينا هتسهل علينا كتير خالص لما نبدأ المراجعة النهائية بتاعتنا. تمام، اتفضل يلا معايا. هنتكلم عليها مستر النهاردة عندنا أربع أفعال مهمين جدا جدا جدا، ووضع الامتحان دايما بيركز عليهم. أول فعل منهم اسمه رايز. عايز أقول لك هم أربع أفعال: رايز وريز وأرايز وأراوز. ايه يا مستر المشكلة؟ المشكلة دي اني بقول لك اهو ان في ناس كبيرة بتغلط في الاسئلة دي. انا جاي النهاردة نحط النقط على الحروف فيهم. اول واحد رايز، هما كام واحد يا مستر؟ هما اربعة. اتنين بيتبنوا للمجهول واتنين ما بيتبنوش للمجهول، يعني ما فيش منهم مفعول. ركز كويس معايا. اتنين بيتبنوا للمجهول، يعني لازم يجي بعديهم يا مستر؟ لازم يجي بعديهم مفعول. واتنين ما بيتبنوش للمجهول، يعني ما يجيش بعديهم مفعول. ركز كويس. رايز يا مستر الماضي منه روز. التصريف الثالث رايزن. ده ايه ده يا مستر؟ لا يليه مفعول، ما يجيش وراه مفعول. ركز كويس انا بقول ايه؟ ما بيجيش وراه مفعول. وطالما ما بيجيش وراه مفعول اكتب كده معايا: لا يبنى، اهو لا يبنى للمجهول. اكتب معايا اهو، يعني وانا بحل يا مستر ان لقيت بعض النقط مفعول هستثني رايز. طب يلا معايا، بص معايا بصه كده. معناه ايه يا مستر؟ جو اب انكريز، معناه يعني يزداد، اهو معناه يزداد. ستاند اب ده معناه يقف، واحد بيقف ينهض، وهنسمع دلوقتي في الامثله ينهض يقف. معناه جيت اوت اوف بيد، معناه يقوم من السرير مش يصحيه، عشان لما ناخد واحد تاني بمعنى يوقظ. يبقى اسمع تاني: رايز روز رايزن. انا وعدتك على اخر الفيديو ما حلتش ما تبقاش تسمع لي فيديوهات تاني، بس ركز. لا يلي مفعول، اهو معناه يا مستر جو اب انكريز. قول معايا: ستاند اب، اهو يعني يقف او ينهض. جيت اوت اوف بيد، قلنا يقوم من على السرير. طب ركز معايا اهو: اويل برايسز، اسعار البترول، ار رايزنج. مستر في مفعول يا فندم، ما انا قلت لك ده ما بيجيش اهو، لا يليها مفعول، ما بيجيش وراها مفعول. اول ذا تايم هنا بمعناها مستر، بمعنى يزداد اهو تاني. اويل برايسز ار رايزنج اول ذا تايم. بص معايا: سموك الدخان، ممتازه، روز يرتفع، طالع اهو، فروم ذا شيمني يعني مدخنه، شيميني اهو يعني مدخنه، ماشي اهو. The sun rises at around 6 a.m. الشمس تشرق. مستر ما ينفعش ريز، ما ينفعش يا فندم، ما ده التاني اللي احنا هناخده. طب اسمع تاني: رايز روز رايزن. عايزك مفتح اهو، هالتكه اللي هتخليك تحل، لا يليها مفعول، وطالما ما بيجيش معاها مفعول يبقى لا يبنى من مجهول. الوحيدة اللي بتيجي فيهم ناون هي مين يا مستر؟ هي رايز. يعني لو الجملة محتاجة ناون، أنا عندي أربع كلمات أو أربع أفعال، الوحيدة اللي بتيجي فيهم ناون هي مين؟ رايز.
طب ركز كويس معايا، رايز يا مستر ناون معناها ايه؟ زياده، زياده الارتفاع، انكريز اهو، انكريز زياده، انكريز ان زياده في، ويجز يعني زياده في الاجور. طب ركز معايا اهو، زير ووز ا سادن رايز، في ارتفاع مفاجئ، كلمه سادن يعني مفاجئ، ان تمبريتشر في درجه الحراره يا مستر دي، كان في ارتفاع مفاجئ في درجه الحراره. مستر ده ايه ده؟ ده ناون اهو يا فندم، ده ناون اسم، يعني تنفع تيجي ناون؟ اه يا فندم رايز تنفع تيجي ناون. هي جت 10% رايز، زياده 10% لاست يير، زياده في الاجور. طب ركز تاني معايا، خدنا ايه يا مستر؟ خدنا رايز، رايز رايز قلنا تنفع فيرب وتنفع ناون. مستر يجي بعديها مفعول؟ ما انا هلخصهم لك في الاخر عشان تعرف تحل. يجي بعديها مفعول؟ ما بيجيش بعديها مفعول. تمام، طالما ما بيجيش بعديها مفعول يبقى لا تبنى المجهول. طب بص بصه تاني معايا يا ريس، ركز كويس تاني معايا، ريز اللي شبهها يا مستر، ريز ريزد ريزد، حد فاكر الثانيه؟ افكر رايز اهو، رايز روز رايزن، الاثنين شبه بعض في المعنى، لكن دي يا مستر يليها مفعول، يعني بيجي بعدها مفعول، يعني تبنى اهو، تبنى للمجهول، طالما بتديني المجهول يعني يجي بعدها مفعول يا مستر. يبقى الفرق بين دي، خد بالك معاك، لو لقينا مفعول هنختار ريس، لو ما لقيناش مفعول هنختار رايز. طب ركز كويس تاني معايا، ريز يور هاند، ارفع ايدك مستر، هي يور هاند دي ايه؟ مفعول يا باشا اهو، مفعول اهو، ريز يور هاند اف يو نو ذا انسر، لو عارف الاجابه. معناها ايه؟ ارفع اهو، ذا جفرمنت الحكومه داز اتس بيست، بتعمل اللي عليها، تبذل قصارى جهدها، داز اتس بيست يعني تبذل قصارى اهو، قصارى جهدها، الحكومه بتعمل اللي عليها عشان تعملها مستر، تو ريز، ريز بعديها ايه؟ بعديها مفعول اهو، ريز ذا ستاندرد اوف ليفنج، رفع مستوى المعيشه، يرفع مستوى المعيشه. ركز كويس تاني معايا، ذا كونسرت الحفله الموسيقيه، كونسرت يعني حفله موسيقيه، مالها يا مستر؟ ريزد يعني جمعت، يعني ينفع تيجي معنى جمع؟ ريزد ا لوت اوف ماني، جمعت فلوس كتير، فور كانسر ريسيرش، ليه؟ البحث في السرطان. ركز كويس تاني معايا، طلعنا بايه يا مستر؟ طلعنا بكذا معلومه، اول حاجه ريز ماضيها ريزد، التصريف الثالث ريزد مستر، ده ايه ده؟ ده ترانستيف، ترانستيف يعني يا مستر يجي بعديه مفعول. تمام، فعل متعدي، المتعدي يجي بعديه مفعول، واللازم اللازم ما يجيش بعديه مفعول. عندي رايز اهي، رايز مالها يا مستر؟ عشان وانا بحل لقيت مفعول ولا ما لقيتش مفعول عشان اعرف احل. رايز روز رايزن، ما فيش مفعول. طب ريز في مفعول اهو. طب ركز كويس تاني معايا، ريز يور فويس في مفعول، يبقى ما تنفعش رايز، ركز عشان وانت بتحل. طب يلا تاني، ريز هوبس يبعث عن الامل، تمام، ريز فيرز يزود الخوف، ريز suspicions يعني يزود الشك. ايه يا مستر ده؟ اهو يا فندم ريز بعديها مفعول، بعديها مفعول، بعديها مفعول، كل ده ما ينفعش فيه رايز، رايز ما تنفعش اهي. ركز كويس اهو، ريز a subject اقترح موضوع نتناقش فيه، ريز a question اقترح سؤال نتناقش فيه، ريز a point اقترح نقطة نتكلم فيها او كثير نقطة ممكن نحكي فيها. اسمع تاني، احنا خلصنا من اول اتنين شبه بعض، اسمهم ايه يا مستر؟ واحدة اسمها رايز، رايز ار اي اس اي، والتانية اسمها ريز ار اي اي اس اي، لازم تكون عارف تميز بينهم. مستر رايز يعني
تشرق مع الشمس، تيجي بمعنى ينهض يقوم، تيجي بمعنى يقوم من على السرير، تيجي بمعنى يرفع. طب ريز، ما انت لسه قايل لنا يا ماستر، تيجي بمعنى يرفع. ايه ده نفس المعنى؟ تيجي بمعنى يرفع ايده، يعني نفس المعنى يا ماستر. ايوه. طب ايه الفرق بينهم؟ اسمع كويس، هنا يليها مفعول، دي اللي هي ريز، اللي خدناها قبليها رايز لا يليها مفعول، وهثبت لك الكلام ده عملي واحنا بنحل. طب ركز معايا، ريز سبيريتس يرفع معنويات شخص، طبعا دي الكوليكيشنز لازم تكون حافظها كويس. طب يلا معايا تاني، واحده تاني يا مستر. ايه ده كده احنا خدنا اتنين، كده خدنا اتنين، فكرنا يا مستر. حاضر. ريز ار اي اي اس اي بيجي بعدها مفعول، ريز بيجي بعدها مفعول. طب ركز كويس معايا، رايز، رايز لا ياتي بعدها مفعول، لا ياتي بعدها مفعول. طب يلا يا مستر قول ارايز للتالتة. احنا النهارده اربع افعال، ارايز الالف جا فيها، شبه مين يا مستر؟ شبه رايز، مفيش غير آه بس زيادة. طب ايه يا مستر؟ وزيها برضو بدون مفعول، وطالما بدون مفعول يعني لا تبنى، لا تبنى للمجهول اهو، طالما من غير مفعول يعني ما تتبنيش للمجهول. أرايز، أروز، أرايز، ايه يا مستر؟ دي زيها بالظبط ما عدا حرف الآ بس، هي هي. رايز، روز، رايزن، أرايز، أروز، أرايزن، معناها يا مستر معناها begin to happen، يعني begin to happen، اشطر ايدي دي اهو، begin to happen يعني يا مستر يعني تبدأ تحصل او تبدأ تظهر، تبدأ تحصل او تبدأ تظهر او يحدث او يظهر. تمام. اسمع تاني معايا، جاي تقول يا مستر جاي النهارده اتكلم ما بين اربع افعال، قلت ريس بيجي بعدها مفعول، رايز لا ياتي بعدها مفعول، ارايز لا ياتي بعدها مفعول. طب ادينا مثال. حاضر. A lot of problems، كثير من المشكلات، usually arise، تنشا تظهر اهو، تنشا at work في الشغل، كتير من المشكلات بتظهر في الشغل. ده ايه ده يا مستر؟ ده ارايز. ارايز يعني ايه يا مستر؟ يعني تنشا او تظهر او تحدث. تنشا هنا جاي ارايز بمعنى يا مستر؟ بمعنى تنشا، تنشا، ركز كويس معايا، ات ورك في الشغل. تعال ناخد الفيرب الرابع. ايه ده باربعه يا فندم وانت هتحل على الاربعه دلوقتي حالا؟ طب تعالى. اراوز، أروزت، أروزت طبعا الثالث يليها مفعول. اوبا، عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول لك يا ريس عشان تعرف تحل هتعمل اللي بقول لك عليه، عشان تعرف تحل هتعمل اللي بقول لك عليه. عندي اربع افعال، ورينا كده يا مستر عينيا، بس انا عايزك تركز معايا، عايزك تركز معايا. عندنا أربع أفعال أهم يا ريس، أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة. ركز كويس معايا، الأولاني يا مستر كان اسمه إيه؟ أهو، الأولاني كان اسمه رايز، رايز الوحيد اللي ينفع فيرب وناون. التاني يا مستر كان اسمه إيه؟ ريز. التالت يا مستر كان اسمه أرايز، والرابع أراوز. الله، اسمع يا ريس، عايز تحل وعايز تدعي لي واول ما امسك القلم وابدا احل امشي ورايا. أرايز اهو لا ياتي مفعول، وطالما لا ياتي مفعول يعني لا يبنى للمجهول، ما بيتبنيش للمجهول. طب ريز يا مستر ياتي بعده
مفعول، ركز كويس، مفعول يعني يا مستر يبنى، اهو يبنى للمجهول. طب ارايز، ركز كويس اهو، ارايز زي وزي رايز، لا ياتي، لا ياتي مفعول يعني يا مستر يعني لا يبنى للمجهول. صور دي عندك يا ابني وادعي لي. ارايز، اراوز، اراوز ياتي مفعول، يجي بعدها مفعول يعني يبنى للمجهول. بقى يا مستر باللوحة اللي قدامك دي على مسؤولية الشخصية، هتحل باقي يا مستر، باقي بس تعرف، تعرف معناهم. حاضر، قول يا مستر معناه. رايز تيجي بمعنى يرفع، تيجي بمعنى يقوم، يقوم من مكانه ينهض، تيجي بمعنى يشرق، تشرق الشمس، تمام. أمال ريز يا مستر تيجي بمعنى يرفع، تيجي بمعنى يجمع مال، تيجي بمعنى يربي. لازم تكون عارف معناهم، وبعد كده هنشتغل الاول بالجرامر بعد كده بالمعنى. طب ارايز يا مستر، ارايز يعني تنشا، تنشا او تظهر، اهو تظهر. طب اراوز يا مستر تيجي بمعنى يوقظ، يعني يصح شخص، وتيجي بمعنى تاني، تيجي بمعنى يوكس، وتيجي بمعنى يثير، يثير للمشاعر والاحاسيس. بص عليهم بصه تاني يا باشا، لا سحر ولا شعوذه زي ما بيقولوا، هتمسك تحل، ان ما حلتش يا باشا بتعالى اعتب عليا، وقيس على كده كل الفيديوهات القصيره اللي جايه. هناخد لايك، لاي لا يركض، وليه ولايد، وهناخد إلنس وديسيز، هناخد جراديويت، امتى تبقى جراديويت واجراديويت، تمام، امتى دي وامتى دي، وامتى تاخد فروم وامتى تاخد ايه، هنمسكهم كلهم. بس ركز بس معايا، بص بص كويس على السبوره قبل ما نبدا نحل اهو. يلا يا ريس كله مصحصح معايا. اراوز، اراوزت قلنا هي ليها مفعول بمعنى يوقظ، يثير للمشاعر الحسيس، وادي المثال بتاعها قبل ما نبدا نحل. Her behavior aroused the suspicions. Aroused the suspicions of the police. اهو التصرف بتاعها اثار الشكوك. الشكوك اهو عند الشرطة. معايا بهوات؟ طب يلا بينا وريني بقى يا راي شطارتك. ذا ايم، الهدف، كلمة ايم يعني هدف، انا هعلمك تحل. از تو مودرنايز يعني نحدث، الهدف ان احنا نحدث، مودرنايز برودكشن، نحدث الانتاج، نحدث الانتاج. مستر دي جايه بعديها ميثود، يبقى طرق الانتاج اهي، نحسن من طرق الانتاج. اند عايز مصدر، مستر ده كلهم مصدر. اند نوت سيفتي ستاندردز يعني يا مستر يعني معدلات الامان، معدلات الامان. مستر دي ايه دي؟ دي يا فندم مفعول، هنرفع من معدلات الامان. مستر في مفعول؟ اه في مفعول، انزل شيل بتاع اللي ما ياخدش مفعول. مين ما ياخدش مفعول؟ رايز. مين ما ياخدش مفعول؟ ارايز. اتبقى لك اتنين، اتبقى لك اتنين بياخدوا مفعول. بقى ايه يا فندم؟ بقى المعنى بقى. كده بقى المعنى. مستر الهدف ان احنا نحدث الانتاج او طرق الانتاج، ان نرفع من معدلات الامان. طب فين يا مستر نرفع؟ دي معناها يثير ودي معناها يرفع او يزود، هتختار يا مستر؟ شفت اخترت ايه؟ لا سحر ولا شعوذه، اهو اهو انا ما اخترتش، ده الراجل فاهم اهو، يعني الراجل فاهم وانت قاعد مش فاهم. طب تعالى نجرب تاني اهو، ورينا يا مستر. لا احنا نحل بقى، احنا عدينا. يلا
the divorce rate. يعني معدل الطلاق. معدل الطلاق has not steadily يعني بثبات. ارتفع بثبات. since يعني منذ. since the 1950s من الخمسينات معدل الطلاق زاد. مستر في مفعول؟ لا مفيش مفعول. خلاص ننزل نشيل اللي بياخد مفعول. مين بياخد مفعول يا مستر؟ ريز بتاخد مفعول ما تنفعش. اراوز بتاخد مفعول ما تنفعش. يا تركز كده اتبقى لي اتنين يا مستر. يلا عندي ارايزن ورايزن. بعد ما يتبقى لك اتنين ما قدامناش غير ايه المعنى. ارايز يعني ينشأ. ينشأ او يظهر. اما الرايزن يا مستر يعني يرتفع. هو معدل الطلاق ارتفع زاد بثبات من سنة 1950. هو بص اهو شفت يا ريس. اه شفت يا باشا رايزن ازداد. ما انا قلت لك انا وعدتك انك هتحل بس انت ركز معاه. جرب تاني جرب تاني. about 2 o'clock الساعة 2 we were not. مستر ده في وير. وير ده ايه يا مستر؟ يعني ايه المشكلة؟ ده فيرب تو بي يا حبيبي. ده فيرب تو بي. طب يا مستر وين المشكلة يعني يكون عندي فيرب تو بي؟ يا باشا فيرب تو بي وهيجي وراه تصريف تالت يعني مجهول. يعني انت عايز حاجة تتبني للمجهول. مين في دول يتبني ومين ما يتبنيش؟ اراوز ما يتبنيش يا مستر. طب رايزن ما يتبنيش يا مستر. كده اتبقى لي اتنين. ما انا قلت لك القاعدة ماسكة حاجتين، ماسكة الباسيف والاكتيف وماسكة المعنى. طب يلا نكمل بقى. بيقول لك الساعة 2 وي وير نوت فروم اور ستيب باي نوكينج ات ذا دور. حد عمال يرزع على الباب. حد ايقظنا. وي وير ها؟ هتبقى ريس بيرفع ولا اراوز يعني يثير او يوقظ؟ بص كده يا ريس. الله ينور عليك يا مستر. اراوز الراجل فهم والكمبيوتر بيحل وانت قاعد مش عارف تحل. انت حر. هات اللي بعديها يا مستر. عنينا اهو. We need your help. احنا محتاجين المساعدة بتاعتك. To not money. عشان نجمع فلوس. فلوس دي يا مستر ده مفعول. مستر طب طالما عندي مفعول يبقى نشيل اللي ما بياخدش مفعول. اهو ارايز ما بتاخدش مفعول ورايز ما بتاخدش مفعول. بعد ما تشيل اللي ما بياخدش مفعول تبدا تفكر في المعنى. طب يلا يا مستر. وي نيد يور هيلب. احنا محتاجين مساعدتك. تو نوت ماني فور ارجنت ميديكال ريسيرش. عشان البحث الطبي العاجل. البحث الطبي العاجل. يلا يا مستر. مين فيهم اللي يجمع فلوس؟ اهو يا فندم اهو بص اهي يجمع مال اهو. raise money for urgent medical research. اظن ابتديت تستوعب. اربع جمل اهو عايزين تاني. طب اتفضل حيل. يلا يا معلم. the manager المدير not from his chair وقف من على الكرسي بتاعه and came forward to greet her. راح عشان يسلم عليها. مستر نقط from his chair مفيش مفعول. حاضر طالما يا ابني مفيش مفعول اشطب مين؟ raised. تمام اشطب مين؟ aroused. قدامي حاجتين. aroused بمعنى ينشأ. انا بفكرك بالمعنى اهو بمعنى ينشأ. طب وروز يا مستر؟ روز يا فندم بمعنى يرتفع او يقوم او ينهض. طب ما هو قام يا مستر اهو. ذا مانجر روز فروم هيز تشير. قام من على الكرسي بتاعه عشان يسلم عليها. فهيبقى الحل هوب لا سحر ولا شعوذه.
يا رب تكون فهمت. ادينا واحدة تانية يا مستر. حاضر. The event الحدث not considerable interest. الحدث أثار اهتمام كبير. And media coverage وتغطية إعلامية. تغطية إعلامية. أهو يا فندم. ركز كويس معاك. The event الحدث not considerable interest. أثار considerable interest. مستر ده إيه ده؟ ده مفعول. يعني ننزل نشيل اللي من إيه ما بياخدش مفعول. هنشيل مين؟ أروز. هنشيل مين؟ روز. أهو. أروز وروز. طب يلا يا مستر عايزين نحل. يا فندم ما هو مفيش. دي بريز يعني يمدح. دي بريز يعني يمدح. يبقى ما عنديش غير ايه؟ اثار للمشاعر والاحاسيسات. اثار للمشاعر والاحاسيس. اقراها تاني. The event aroused considerable interest. اثار اهتمام كبير. And media coverage. بص حتى الحل واحده يا باشا اهو. توماتيكي توماتيكي. طب يلا يا ريس هات واحده تاني. مش كفايه يا مستر؟ يا عم انت وراك ايه؟ انت بتحضر حته فيديو يا عم. A disagreement يعني الخلاف. الخناقه not over who. الخناقه نشأت على مين؟ ظهرت who should pay for the trip. الخناقه ظهرت على مين هيدفع ثمن الرحله. طب يلا يا مستر في مفعول؟ مفيش مفعول. شيل دول ما فيش مفعول. اروز يعني نشأت او ظهرت. ورايزن ركز كويس. اديس اجريمنت ما يجيش بعدها تصريف تام. يعني العمليه خالصه اهي. يعني هتختار يا مستر هوب اروز. طب ادينا كده الترجمه بتاعتها. حاضر. اديس اجريمنت اروز اوفر هو شود بي فور ذا تريب. مين هيدفع ثمن الرحله. هات اللي بعديها. هير بيرنتس والديها died ماتوا. بعد الشر على والديكم لانهم اكتر ناس بيحبوكم في الدنيا. Her parents died when she was a baby. وهي طفلة صغيرة. And she was not by her grandparents. اتربت بواسطة اجدادها. طب ركز معاك. مستر هنا في was. يعني was يعني verb to be. وهيجي بعديها يا مستر. فيرب تو بي هيجي بعدين تصريف ثالث. طب طالما تصريف ثالث يبقى باسل. يبقى مش هتنفع معايا اروز ولا روز. اروز يعني مثير للمشاعر والاحاسيس. ريزد ريزد يعني اتربى. ايه رايكم؟ بيقول لك هير بيرنتس داي وين شي ووز ا بيبي اند شي ووز ريزد اتربت. اتربت باي هير جراند بيرنتس. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا الصغيرة دي. احنا هننزل سلسلة حلقات ازاي نحل ونفهم الفوكابلري كويس. احنا هنبدأ نركز جامد على كلمات اللغة والفروق بينهم. لان كلكم عارفين امتحان اولى وتانية كان مركز جامد على اللغة. فشغلنا ادينا الجرامر وشرحنا الجرامر كويس. شغلنا الفترة اللي جاية على اللغة والفروق بين الكلمات. يا رب تكونوا استفدتم كويس. يا رب تكون حلقة كويسة وعجبتكم. اشوف وشكم بألف خير. ربنا يكرمكم وتشرفوني. وانا كل مرة بقول لكم ان انا واثق فيكم ومستني في يوم من الايام لما تتصلوا بيا وتقولوا لي احنا جبنا درجات كويسة في الانجليزي. ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم ويعوض تعبكم. شدوا حيلكم ان شاء الله في اعلى المناصب. اشوف وشكم بألف خير.